أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صدق الله العلي العظيم. الفلوس جمع فلس، فلس كما يفسره بعض علماء اللغة وزن خفيف جدا، يقال بأن الفلس في اللغة معناه ما يقارب 82 من 10,000 جزء من الغرام الواحد. يعني لو جمعت 1,200 فلس تقريبا يعادل غرام واحد، وزن غرام واحد، هكذا يقال. إجمالا هو وزن خفيف جدا. هكذا وزن لو صنعته من الذهب لا يسوى شيئا. هذا معنى لغوي للفلوس، شيء تافه لا قيمة له، ولكن الفلوس في النفوس لها قيمة كبيرة، بل لها قيمة كبرى. لأجلها يقتل الشخص أحبابه، لأجلها يترك الشخص إنسانيته، لأجلها يهدم الشخص آخرته. الفلوس، وما أدراك ما الفلوس. تعامل الناس مع المال قد يصنف ضمن ثلاثة فئات. الناس يصنفون ضمن ثلاث فئات. فئة
تجمع المال ولا تصرف. هذه الفئة تشكل فاجعة في المجتمع، فاجعة في الدنيا. فئة ثانية تتلف المال، تصرف المال في غير موارده الصحيحة في مجال سيء. هذه الفئة أيضا تشكل فاجعة في المجتمع. فئة ثالثة هي التي تصرف المال في مجاله الصحيح، وهؤلاء قلة من الناس. القرآن الكريم في آيات وآيات وآيات يتحدث بذم شديد عن الفئتين الأولى والثانية. الله سبحانه وتعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ العياذ بالله، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية أخرى يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية أخرى: فسينفقونها، هؤلاء الذين ينفقون الأموال في مجال سيء، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وآيات قرآنية. العجيب الذي لا ينفق، آيات وروايات في ذلك، الذي لا ينفق المال في مجاله الصحيح بالتأكيد سينفق أكثر من ذلك فيما يضر دنياه وآخرته بالتأكيد. هذه آية عجيبة عجيبة وعظيمة جدا. الله عز وجل يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. عجيبة جدا جميلة الآية، وكل آيات القرآن هكذا. يمحق الله الربا، محق. الله سبحانه وتعالى يقول في آية قرآنية أخرى: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. كلمة خسارة، الخسارة يعني هذا المال ما ربح به، لا أسوأ من هذا، لا، هذا المال هو سبب خسارته، هو المال سبب خسارته. في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: حقيق على الله عز وجل أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله. حقيق على الله عز وجل.
تقول له من أين لك هذا؟ يقول مستهزئا هذا حلال غير حلال، يقول مستهزئا الحلال ما حل في الكف. الله استهزأ بهؤلاء مثل ما هؤلاء يستهزئون، الله يستهزئ بهم. فبشرهم، الآية التي قرأتها لكم، فبشرهم بعذاب أليم. هذا استهزاء، الله استهزأ بهؤلاء. البشارة تكون لشيء الحسن. الله عز وجل يقول فبشرهم بعذاب أليم، ما قال فأنذرهم بعذاب أليم. العذاب الأليم انذار، شيء خطر. يستعمل كلمة فبشرهم، هذا استهزاء، الله عز وجل استهزأ بهؤلاء. حق الإمام، حق الناس هيك أصلا لا يعرف حلال وحرام. حق الإمام لا تحدث عن ناس نواصب يعادون أهل البيت، لا تحدث عن أناس يلهجون بفضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا حق الإمام جعله الله عز وجل في مالك. حقيق على الله عز وجل أن يمنع رحمته. ما هو السبب لهذه الطريقة الانحرافية في التعامل مع هذا الشيء الذي اسمه المال؟ أسباب، من جملة، من أهم الأسباب، لا أقول من جملة الأسباب، من أهم الأسباب، هناك سبب نفسي. الله عز وجل يقول وتحبون المال حبا جما. هذا الموجود الجاهل الذي اسمه الإنسان، لا عفوا، الله عز وجل يقول جهول ليس جاهلا، وكان الإنسان ظلوما جهولا. هذا ليس جاهلا، هذا جهول، صيغة مبالغة في الجهل. الموجود الجهول الذي اسمه الإنسان عنده مشكلة، يحب المال، يحب المال لهدف صحيح، لا ذاك لا بأس به، ذاك حب للهدف ليست مشكلة، لا يحب المال نفسه، نفس هذا المال يحبه، حب عادي لا، وتحبون المال حبا جما، شيء كبير في حياتكم. ما هو المال؟ من أتفه الأشياء في الدنيا إن لم يجعل في طريق صحيح. هذا الشيء الذي هو من أتفه الأشياء يحبه حبا كبيرا. يصنع بنا هكذا. اصبر، تريد أن تلعن الشيطان لعن الشيطان، ولكن قبل أن تلعن الشيطان لعن نفسك. الشيطان، لعنة الله على الشيطان، لعنة الله على الشيطان إلى أن يتعب اللسان، ولكن بمقدار ما تلعن الشيطان لعن نفسك. المشكلة فيك. الشيطان يقول ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. آمرنهم، فقد يأمر الشيطان، ما عنده سلطة عليك. في يوم القيامة الشيطان يقول للإنسان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يلعن الشيطان. الشيطان دعا
هو استجاب. أنت ألعن بالنسبة إلى نفسك، أنت ألعن. المشكلة مشكلة جهلك. الإنسان هو جاهل، هو لا يريد أن يصير آدميا، هو لا يريد. الشيطان فقط وفقط وفقط يوسوس، فقط وفقط يأمر، فقط وفقط يقول تعال، ما عنده سلطة عليك، لا يتمكن أن يأخذ بيدك يجرك. المشكلة وتحبون المال حبا جما، حب للمال، نفس المال محبوب. المال قيمته فقط وفقط وفقط للحاجة، فقط، لا قيمة للمال بمقدار الحاجة. إذا أنت تفسر الحاجة بتفسير، فسره لا بأس، فسرها، تفسر الحاجة بأنه حاجة لجمع المال لنفسي، حاجة لجمع المال لأولادي لأحفادي، فسر الحاجة أي تفسير لا بأس، ولكن المال قيمته للحاجة ليست له قيمة ذاتية. البشر عنده المال له قيمة ذاتية، هو المال له قيمة، ولذا يتعدى على الناس لأجل المال لا لأجل الحاجة. يجمع يجمع شيء مهول، اتركه انظر ماذا يصنع. إذا سمحت الفرص له انظر كيف يجمع وكم يجمع. إذا كان يفكر أن المال لأجل الحاجة ما كان يجمع هكذا، مات شخص من ملوك أوروبا، الخبر أنا قرأته في إحدى جرائد الكويت قبل سنوات، ترك ما ترك من الأموال، من جملة الأشياء، من جملة ما ترك هذا ملك هذا الشخص، ترك تاجا مرصعا بأنواع الأحجار الثمينة حسب ما كان قد كتب في جريدة كويتية، الظاهر شيء رسمي يعني، كان يسوى هذا التاج، فقط تاج هذا الشخص يسوى ما يقارب من 4 مليارات دولار، فقط تاجه. انظر ماذا يصنع، فقط تاجه، ناهيك عن بقية أمواله، ما يقارب من 4 مليارات دولار. هذا البشر هذا يتعب أبدا، كل شيء في جسمه يتعب، لا حب المال، المال هذا حاجة. مرض هذا، هذا بلاء. كل واحد منا معرض لهكذا حالة، إن شاء الله لا نكون، ولكن كل واحد منا هذا الشيء موجود، إذا لم تمنعه يوصل الإنسان إلى هذا المستوى. تحبون المال حبا جما، وهي عن الشيطان. نريد أن نلقي اللوم على مجرم، شيطان مجرم مجرم، خلاص ألقي اللوم عليه وخلاص.
دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك ولا تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. المشكلة فيك، الدواء هم فيك. وتحبون المال حبا جما، الله عز وجل يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. هناك يتبين العياذ بالله، يؤتى بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ذاك اليوم ليس يوم تذكر، ذاك اليوم يتذكر. ما هي فائدة التذكر في ذاك اليوم؟ فائدة التذكر هنا في الدنيا. وجيء يومئذ بجهنم، من أمام الناس يمرون جهنم، من وسط الناس جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياة الآخرة حياة، حياة الدنيا ليست حياة. يا ليت قدم، يا ليتني، ليت. في كتب النحو كنا نقرأ أشعار، لا أريد أن أقرأ الشعر. ليت، وهل ينفع شيئا أن يقول الإنسان، ما أقرأ الشعر، أن يقول الإنسان ليت؟ ينفع؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. التعامل الخاطئ مع المال سببه سبب نفسي، نظرة خاطئة، فكري نفسي أكثر ما يكون نفسي. وتحبون حب، الحب مصدره القلب. مشكلة، مشكلة نفسية. يحب المال ولا يعالج هذه المشكلة، طبعا يتعامل تعاملا سيئا. إما يجمع المال لمن؟ إلى متى؟ والمال أساسا لخدمتك، لخدمة الناس. المال ليست له قيمة ذاتية. إما يجمع المال ولا يصرف، أو يصرف المال في مجال سيء. حتى الواجب لا يؤدي، ناهيك عن المستحب، الواجب لا يؤدي. وهناك نماذج ولله الحمد كثيرة، لا تعامل صحيح مع المال. المال قيمته فقط وفقط بمقدار الحاجة للآخرة، فقط وفقط وفقط. حاجتي الدنيوية الضرورية أتمكن أن أجعلها في الآخرة. في الآخرة يعني في طريقي إلى الآخرة. تأكل، تأكل لله. تصرف المال على نفسك، على أهلك، لله. يا عم شيء طريقي حسب تعبير العلماء، ليس موضوعي. يعني لا قيمة ذاتية للشيء، قيمة طريقية، مجرد طريق إلى شيء. نماذج ولله الحمد في المؤمنين كثيرة. وقمة، طبعا هذا بديهي واضح عندنا، قمة التعامل الصحيح مع المال وغيره هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. ولعله أرقى نموذج بعد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في التعامل الصحيح مع المال هي السيدة العظيمة خديجة الكبرى سلام الله عليها. الإنسان الذي يصرف عامة أمواله، أكثر أمواله،
في طريق صحيح. هذا موفق جدا. السيدة سلام الله عليها ما صرفت أكثر أموالها، صرفت كل أموالها في طريق حسن، ولم تصرف كل أموالها في طريق حسن، صرفت كل أموالها في أحسن الطرق، جعلت كل أموالها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صرفها رسول الله صلى الله عليه وآله، صرف هذه الأموال في إقامة دين الله، ركن من أركان قيام دين الله عز وجل هو أموال خديجة سلام الله عليها. يعني ماذا؟ يعني كل مسلم مقبول الإسلام عند الله عز وجل إسلامه من بركات أموال خديجة، هو مديون ومدين للسيدة خديجة. كل عمل صالح يعمله مقبول عند الله عز وجل، كل عمل صالح مقبول، رهين لأموال خديجة، مدين للسيدة خديجة، يعطون الثواب بمقدار ما يعطون الثواب لهذا الشخص للسيدة خديجة سلام الله عليها. عندما أقول أرقى نموذج بعد أهل البيت في التعامل مع المال هي السيدة خديجة سلام الله عليها. أموال ضخمة كانت تملك، كما كتبوا أثرى امرأة في شبه الجزيرة العربية، بحسابنا مليارديرة، بحسابنا كل أموالها ما أبقت لنفسها أي شيء، أي شيء. عاشت مع المسلمين والمسلمات في شعب أبي طالب مثل ما عاشوا، كانوا يأكلون تمرة واحدة، هي أيضا كانت تأكل تمرة واحدة باليوم 24 ساعة، كانت تمر أحيانا عليهم أيام في كل يوم الشخص منهم يجد تمرة واحدة يأكل فقط. السيدة عاشت هكذا عيشة، كل أموالها جعلتها للنبي صلى الله عليه وآله. صرف يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله صرف حتى أقام الدين. هذه النظرة الصحيحة للمال. أختم كلامي بحديث شريف بمناسبة الآية التي قرأناها. في حديث بسند صحيح عن الإمام أبي جعفر، عن جابر، عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما، قال لما نزلت هذه الآية وجيء يومئذ بجهنم العياذ بالله تعالى، لما نزلت هذه الآية وجيء يومئذ بجهنم سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال بذلك أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا أبرز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتى، يعني أتى الله عز وجل بجهنم، أو أتي في بعض النسخ أتي بجهنم، أو أتى يعني أتى الله بجهنم، تقاد بألف زمام، مع كل زمام يحملون جهنم، ألف زمام مع كل زمام 100,000 ملك من الغلاظ الشداد، لها هدة وغضب جهنم، النار في الدنيا ميتة، كل شيء أصلا في الدنيا ميت، الحي في الدنيا شيء قليل جدا، الجدار ميت، الخشب ميت، الأرض ميتة، الدنيا كل شيء ميت، ما عنده إحساس، الخشب ما عنده إحساس،
جدار ما عنده إحساس، النار ما عندها إحساس في الدنيا، في الآخرة ليست هكذا. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، حياة كل شيء في الآخرة حي، كل شيء. النار لها حياة، إحساس، تفاعل، الأرض، كل شيء، كل شيء في الآخرة. الآخرة حياة، الحياة الحقيقة في الآخرة. في الدنيا أكثر الأشياء ميتة، حتى الإنسان، حتى الإنسان ظفر الإنسان ميت، لا إحساس له، شعر الإنسان ميت، في جسم الإنسان أكثر جسم الإنسان، حتى الأجزاء، اللحم، اللحم ميت. الأعصاب تجد إحساسا، الأعصاب حية أم لا؟ الله يعلم. الإنسان هو حي، توجد فيه روح. لا، في الآخرة كل شيء هكذا. جهنم يأتون بها، جهنم لها إحساس، أحاسيس، تفاعل، العياذ بالله تعالى، لها هد. سمعتم صوت عمارة طويلة تسقط، كم الصوت مرعب، هذا يسمى هدة. جهنم تخرج أصواتا، أصوات مرعبة، لها هدة وغضب وزفير وشهيق. وإنها لتزفر الزفرة، فلولا أن الله عز وجل أخرهم الناس للحساب لأهلكت الجميع. زفرة جهنم كانت تهلك الجميع من الخوف. ثم يخرج، يأتون بجهنم، العياذ بالله تعالى، ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق، البر منهم والفاجر. فما خلق الله، الله أكبر، فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده. قلت لكم حديث صحيح السند، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، ينقله الإمام الباقر صلوات الله عليه وآله. فما خلق الله عز وجل عبدا، عندما تأتي هذه العنق من النار وتحيط بالناس، تحيط بالخلائق، فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده ملكا ولا نبيا إلا ينادي نفسي نفسي، في بعض النسخ رب نفسي نفسي، وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. حتى الأنبياء ينادون، كل نبي ينادي نفسي، وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. اللهم صل على محمد. نعم النبي عندنا، نعم الدين عندنا، ربنا نعم الرب، إلهي أنت نعم الرب. شيء من العمل، قليل من العمل، قليل من الانتباه، لا أقول كثير، قليل من الانتباه. المواقف خطيرة، تحتاج إلى استعداد. تربية النفس، المشكلة، المشاكل النفسية يلزم أن تحل، والمشاكل الفكرية، الحب لأي شيء، والمشاكل الفكرية، الفهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب.
اللهم بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.